فإنكم تعلمون أنه أيضاً بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكاناً مع أنه طلبها بدموع. عبرانيين 12-17. معقول عيسو طلب التوبة بالدموع وربنا ما استجابش لي؟ جملة مع أنه طلبها بدموع لا تعود على التوبة بالمرة، لكن تعود على البركة. وأنا بدعوك ترجع لتكوين 27 لما أبونا إسحاق بارك يعقوب. عارف إيه اللي حصل؟ لما دخل عيسو ولقى أن يعقوب خد البركة، صرخ صرخة مرة وقال له باركني يا أبي، ولم يطلب التوبة إطلاقا. بل المكتوب عن عيسو أنه كان مستبيحا وزانيا، ولم يرد في كل الكتاب أنه طلب التوبة. لأن اللي عايز أقوله لك أن الصلاة الوحيدة اللي تستجاب في الحال ولا تؤجل هي طلب التوبة. وأنا بشجعك دلوقتي، أرجوك لو أنت ساقط في أي خطية، مجرد تقول له ارحمني، مجرد تقول له اغفر لي، مهما كانت خطيتك ستغفر في الحال إذا أنت بتطلب بإيمان. فاكر اللص؟ كل حياته سرقة وقتل واغتصاب إلى آخره، وعلى الصليب صرخ صرخة، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس. فاكر الفريسي والعشار؟ قال اتنين صعدا إلى الهيكل ليصليا. عارف العشار كل صلاته؟ اللهم ارحمني ألا الخاطي. ألا الحق أقول لكم إن هذا قد نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. يمكن تسألني تقول لي أما اللي بيقول هنا لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع؟ أقول لك إن المشكلة دي للأمانة هي مشكلة ترجمة. ترجمتنا فان دايك قدمت جملة على جملة، وأنا هقراها لك زي ما هي موجودة في كل التراجم الأخرى. عارف تقرأ إزاي؟ اسمعها مني كويس. عبرانيين 12-17. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض مع أنه طلبها بدموع، إذ لم يجد للتوبة مكانا. تقرأ كده، قدم جملة على جملة. فاللي طلبوا بدموع كان بيطلب البركة مش التوبة. أكرر تاني، مفيش إنسان يطلب التوبة بالدموع إلا ويجد المغفرة. وأنا عايز أأكد عليك، مهما كانت خطيتك صعبة شديدة، تعال له الآن وقول له اغفر لي وسامحني، ستنال الغفران في الحال. مكتوب دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. والرب معك.